السوق ناحيه النمرود. شلون الحركه التجاريه؟ والله الحركه ضعيفه. شنو السبب؟ والله السبب ناس كل ما يطلع الموصل يتسوق من المدينه. الحركه اكثر اتجاه على الموصل على قضيه، والحركه هنا قليله. من الحمدانيه وين ما يروح على الطريق يشتري ويجي. كلها صار عنده سيارات وسط نقل وتروح تطلع. اسعار زينه. بطاطا ب 500. طماطم 500 نوبة 2 بألف وربع حسب السوق، نوب صاعد نوب نازل. والله يحتاج محلات تطور وتصير حركة أكثر. أسدعك على المحلات معدودات. هسه أنا متأجر محل، هذا أجر محل. والله الحركة التجارية هنا ضعيفة جدا يعني. يعني هنا ما عندنا نقول مستشفى هنا بالمنطقة تصير حركة تجارية وتجي الناس تراجع على المستشفى ويصير عندنا حركة تجارية هنا ضعيفة. عندنا بطالة كثير يعني هنا أغلب الناس ما عندها رواتب، فتحتاج الناس إلى دخل حتى تصير الحركة التجارية قوية هنا. ينزلون على الداخل على الموصل. ما هنا سوقنا احنا ضعيف، قلت لك ماكو يعني شيء، إنه دوائر بس الدوائر الدولة. إذا عندهم مراجعة أو شيء لدوائر الدولة يجون، ما عندهم شيء ما يجون للمنطقة. والله أسعارنا حالنا حال الموصل يعني، ما عندنا أسعار جملة همنا. الزيت 2500 طن سلتر. دجاج كيلو 700 عندنا ب 6.5. تركي اي كله. كيلو 300 ب 5. يعني اسعارنا نفس الموصل. الشكر عندنا الكيلو على 1500 هسه حاليا شويه بيصعود. الدهن عندنا 11 10.5 يعني هاي الاسعار. والله الخدمات زينه بس السوق ميت. ماكو على اقبال الناحيه، مركز الناحيه ما على اقبال. نفس القريه عندهم محلات واسواق عاديه سلاميه احسن منا. القرى الباقية الجرف الخرطة صنيديج أحسن منه كلها. يعني سيد حمد إحنا هنا ميت، سوقنا ميت في المرة. بيع وشراء قليل ضعيف، حين مركز النهر ضعيف. كيلو اللحم هسه على 13، العام 13، الأبر 15. الغنم والله يوصل هسه على 17. الطلي مال السنة 17، قبل مدة وصل 20. السبب العلف غالي. العلف غالي، الرباط يقول انا ما اصرف لي. هسه على الحلال قاعد يقف علينا نحن الدابه الحولي 46 47 يقف ب 12 350. يعني السوق ضعيف بشكل ضعيف. والله كل شيء تحتاج دعم، تحتاج مستشفى. النمرود 45 قريه، اذا ما 46 قريه مع التطور يعني ما بيها مستشفى. مستشفى شنو؟ مستشفى احسن من الملاعب.